الحقيقه كانت لفته محترمه من فريق محترم، وكمان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اكد ان الفريق قدم مباراه قويه جدا امام الاتحاد السكندري، خاصه انه فريق كبير وليه ثقله بطبيعه الحال، لافتا الى ان اللاعبين اظهروا رغبه كبيره واصرار على الفوز على الرغم من التاخر بهدف في الشوط الاول. قال كمان ان اللاعبين نجحوا في تعديل الامور في الشوط الثاني واستفادوا من كل تعليمات الجهاز الفني، خصوصا فيما يتعلق بالحلول الفنيه زي التصويبات والتمريرات والضربات الثابته، وعرفوا يستغلوا ازاي هذه الاوراق، وده طبعا ساعد في تحقيق الفوز. اشار كمان الى ان الرهان على شخصيه الاهلي لا يمكن ان يخسر ابدا، وهذه الروح هي سلاح الفريق في مباراه النهائي ان شاء الله امام طلائع الجيش في نهائي البطوله اللي بتمثل اهميه كبيره جدا للفريق. اضاف كابتن عبد الحفيظ ان فريق طلائع الجيش خصم قوي ونجح في الوصول الى النهائي على حساب انديه قويه، طبعا بالاضافه الى امتلاكه لجهاز فني مميز جدا بقياده طارق العشري. نروح بقى لكابتن سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي، اللي قال ان الفريق استحق الفوز ده على الاتحاد السكندري وان هو كمان يتاهل لنهائي بطوله كاس مصر عشان يواجه فريق طلائع الجيش. اوضح كمان ان الاهلي قدم مباراه قويه ونجح في الوصول لهدفه وهو التاهل للنهائي كخطوه هنا في مشوار السعي نحو الفوز ببطوله كاس مصر اللي بتمثل هدفا مهما اكيد للجهاز الفني واللاعبين وللجميع داخل النادي بشكل عام. هنا لافتا كمان الى ان الفريق تغلب على خصم قوي بيملك عناصر مميزه جدا في مختلف المراكز، واشار قمصان الى ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قام بتحفيز الجهاز الفني واللاعبين عقب التتويج الافريقي واكد اهميه الفوز ببطوله كاس مصر، وهذه الرسائل جعلت الجميع في حاله تركيز واصرار على مواصله مسيره النجاحات. واتكلم كمان سامي قمصان عن المباراه وقال ان التغييرات اللي اجراها الجهاز الفني كانت مدروسه ووفقا لسير المباراه واسهم في تغيير النتيجة، وهناك ثقة كاملة في قدرات اللاعبين بالنسبة للفترة المقبلة. بصراحة كلام محترم جدا، ويمكن كابتن سامي قمصان كمان يعني من الناس اللي كان ليهم دور كبير جدا في الفترة اللي كانت ما بين يعني ذهاب فايلر أو مغادرة فايلر وحضور موسيماني، كان ليه دور كبير جدا مع الفريق الأول في هذه الفترة، وهو كان ليه تصريح كمان عقب المباراة وتكلم إن قال إن ما تقدمه أو ما نقدمه الآن هو أقل شيء يستحقه جمهور الأهلي، وتحدث أيضا عن الروح اللي موجودة لدى فريق الأهلي والشخصية اللي بتميزه، فأعتقد ده كلها كلام أو رسائل كمان محترمة جدا.